بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب الحادي والخمسين، كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه اللي نزل فيهم الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفهم النبي حتى يحكم الله في أمره، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 92 بعد 107 آلاف. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني أمية، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تجهز جيشا لتهجم على المدينة لما سمعت أن هناك نبي ظهر وجمع العرب، فخافت أن يكون هناك قوة في جزيرة العرب، فأرادت الروم أن تحشد الحشود حتى تهجم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلقاهم بعيدا عن المدينة، فلما سمعوا بأن النبي خرج للقائم خافوا وتراجعوا. قال النبي: نصرت بالرعب. يبقى خروج النبي لم يكن خروجا للهجوم، بل كان خروجا للدفاع. النبي كان لا يعتدي، كان يخرج ليدافع صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب، يبقى عبد الرحمن ده حفيد صاحب القصة اللي هو كعب بن مالك. فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه. أبوه بقى عبد الله كان قائد كعب بن مالك من بنيه لما عمي وكبر، يعني كان هو اللي بياخده يمشي بيه. كان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك اللي هو صاحب القصة بقى رضي الله عنه الصحابة يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني من تخلف عن غزوة بدر لم يعاب، لأن النبي لم يخرج للقتال، كان خارج يأخذ عير قريش
مقابل ما تركوه لهم من أموال في مكة وهجروا. وطبعا حصل أن أبي سفيان عالم فأخذ طريق آخر وأرسل لقريش، فجاء بجيش كبير فحصلت الحرب على غير ميعاد. وعشان كده في غزوة بدر من تخلف عنها كان لا يعاد، لأن النبي عندما خرج لم يصرح أنه خارج للحرب. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. في العقبة كانت بيعة فيها 12، والبيعة السنة اللي بعدها جم حوالي 72، هو كان من ضمن بقى اللي حضروا بيعة العقبة. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يعني ما كانش فيه عذر، لا عذر مرض ولا عذر فقر. وما والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني صحراء بعيدة من عن العمران، مفازا يعني صحراء بعيدة عن العمران، واستقبل عدوا كثيرا. سمع أن الروم كانت بتعد لهم 100,000 أو 200,000 جندي، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني وضح للمسلمين أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان تملي في الغزوات يوري، يعني يقول كلام توريا، إلا في غزوة تبوك دي قال لهم ده عدو شديد وهنسافر اليوم الفلاني في الوقت الفلاني عشان يستعد أمور واضحة. فهم؟ واستقبل عدوا كثيرا فجلى، يعني أوضح للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، يستعدوا، يتأهبوا يعني يستعدوا. فأخبرهم بوجههم، يعني وجهتهم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب الأسماء يدونها في ديوان، فكان ممكن اللي يغيب محدش يدرى بيه. فهم؟ وكان عدد المسلمين ساعتها كتير، فده شجعه ان هو يتخلف، يعني محدش حينادي على حد يقول أفندم، يقولوا فين كعب، ما يحصلش، كانش فيه ديوان. ديوان يعني ما يدون فيه الأسماء، واخد بالك؟ وهي كلمة فارسية استعملت في العربية بعد ذلك، صارت عربية لكن أصلها فارسي. أيوة. ممكن أصل يجوز في التشكيل بقى كتير، يعني ممكن تبقى دي بتبقى وجهات نظر في اللغة يعني، لكن المعنيين صحيح. لكن احنا الرواية اللي عندنا هنا في الكتاب اللي احنا بنعتمده في القراءة اللي هو طبعة المكنز، كتاب حافظ، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وده شجع كتير اللي عايز يتخلف هيتخلف، لأنه مفيش ديوان حافظ مكتوب، إلا بقى لو نزل وحي هنا بس تعرف. فهم؟ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أسعر، يعني أميل. ما وقت حر شديد، الناس في الحر تدور على الظل،
وهم اهل فلاحه، الانصار اهل فلاحه، والفلاح وقت جني الثمار عنده اهم وقت، فجت في وقت جني الثمار ووقت الظل، فهم؟ فابتدى يبقى عنده الدوافع النفسيه اللي تجعله يتكاسل عن الايه؟ عن الخروج للغزو. فبيبين لك يعني عذره، ايه سبب الدوافع التي منعته وجعلته ايه يتصبط عن الغزو. حين طابت الثمار والظلال فانا اليها اسعر، يعني اميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمسلمون معه، وطفقت اغدو لكي اتجهز معهم، فارجع ولم اقض شيئا، واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت. يعني تملي النفس بقى لما يدخلها الركون لذة الدنيا تسوف، تسوف دي طبيعة النفس كده، إذا ركنت للدنيا تسوف، تحج السنة دي وهو قادر على الحج، هاتوا في السنة اللي بعدها إن شاء الله، السنة اللي بعدها، لما المصنع ده يشتغل، ولما الأرض دي تجيب، ولما يأجل يأجل يأجل، طالما النفس دي دخلت الدنيا، النفس يعني دخلها الدنيا تبقى خطر. عشان كده بيقول لك طابت الثمار والظلال وكله تمام وبقيت غني وكان قادر، فابتدت نفسه بقى تقول له انت خلاص انت تقدر تحصلهم في اي وقت عشان تخدره، تقوم تعمل له تخدير لحد ما ايه الناس كلها تسبقه، في الاخر ما سبقه بقى اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ فاهم؟ دي طريقه النفس انها تقعد تسوف لحد ما يفوتك، وبعد ما يفوتك تقول يعني ايه بقى؟ وانا هقطع نفسي يعني؟ ما انا شفت بقى الطريقه. فخد بالك، خد بالك لا تدخل الدنيا في قلبك حتى لا تكون سببا ليه؟ للتسويف الذي يقطعك عن المسارعة في الطاعة. وعشان كده قالوا طول الأمل من القواطع، وطول الأمل معناه ايه؟ التسويف. بكرة، بعده، الشهر الجاي، السنة الجاية، إن شاء الله ربنا يسهل، كله كده مش هيعمل حاجة، فاهم؟ إياك إياك. وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، يعني أنا أقدر ألحق إن شاء الله ربي، علشان يخدر نفسه وما يستعدش، فهم؟ فلم يزل ذلك يتمادى بي، كل يوم يكرر الكلام ده حتى استمر بالناس الجد، لحد ما الناس ابتدت خلاص تخرج من بيوتها وتقف صفوف هيستعد يخرج. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. يعني أسرعوا كمان ومشيوا، وابتدى يبقى إيه يلحقهم ناس من بعض من بره، اسمه تفارت الغزو. يعني إيه؟ يعني ابتدى كمان يلحقهم من خلفهم من لم يخرج معهم أولا. وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت. نفسه غلبته، لم يقدر ذلك لي ليه؟ لأن نفسه غلبته، النفس كسولة، والنفس ليست فيها همة، الهمة من الله، النفس فيها العجز وفيها الشهوة وفيها الركون وفيها الغضب وفيها الطمع وفيها كل خسة، فعليك أن تخرج من ذلك كله بالله. فطفقت إذا خرجت في الناس، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، مغموصا يعني متهما، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أعرج، أعمى، مريض. فلقى نفسه بعد ما خرج كل الناس يمشي في المدينة يبص مين اللي موجود فيها، يا يلاقي منافق يا يلاقي واحد عنده عذر، عذر يعني ايه؟ مريض أو أعرج أو أعمى. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش اسمه
لحد ما وصل تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ واحنا ليه ما شفناش كعب بن مالك؟ ما فعل يعني اين هو؟ ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني دنيته يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. عطفيه يعني جانبيه، يعني كأنه نظر في أمور دنياه ونظره لنفسه وشهوة نفسه وراحة نفسه، إيه حبسته، فهم؟ حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهنا تتعلم أنك ترد غيبة أخيك، ترد إيه؟ غيبة أخيك. لو واحد ذكر أخوك بسوء وهو غائب، ترد غيبته، يعني تدفع عنه. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل قال له إيه؟ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. شفت بقى النبي حكمته، فسكت، لم يعلق، لم يؤيد ده ولم يؤيد ده، سكت لحد ما ربنا ايه يجلي له الامر. يبقى لا تعلق على امر حتى ينجلي لك الامر، حتى لا تتسرع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به السراب. يعني ايه مبيضا؟ يعني لابس بياض وجاي من بعيد كانه سراب، فهمت؟ يعني واحد جاي بحيث يحصل يلحق الجيش، جاي من بعيد منفرد، مبيضا يعني لابسا البياض، يزول به السراب يعني على مسافة بعيدة كما ترى السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. كن أبا خيثمة يعني كأنه يقول اللهم اجعله أبا خيثمة، فهم؟ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، حقق لرسول الله مأموله، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نزلت في الآية دي أبو خيثمة جايب صاع تمر، فالمنافقين قالوا يعني وصاع التمر ده بقى اللي هيفيد الغزو، هو ده بقى اللي هيجهز الجيش، وقعدوا بقى إيه يتريقوا عليه ويسخروا منه. وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم وصل تبوك والروم خافوا وما خرجوش، نصر بالرعب، فالنبي رجع وبقى على مشارف المدينة. كعب بن مالك عرف ان النبي راجع، بقى مهموم، هيقابل النبي يقول له عذر ايه؟ ما عندوش عذر، فهمت؟ فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، يعني راجعا، قافلا يعني ايه؟ يعني راجعا من تبوك، حضرني بثي، بثي يعني همي وحزني، فطفقت اتذكر الكذبة. قاعد بقى يحضر في ايه؟ في مخه اي ايه؟ عذر مختلق، عايز يختلق اي عذر. فطفقت يعني اخذت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطه غدا، واستعين على ذلك كل ذي راي في من اهلي، وياخذ راي اهله. اقول للنبي اعتذر له، اقول له ايه؟ وياخد رأي ده وياخد رأي ده، ويقعد مهموم وعايز يورب حديث حوار، يبقى عذر كده وجيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، زاح عنه إنه يكذب على النبي أو يختلق شيء، ده نبي عم يعني بيوحى إليه، هتروح تكذب هتتفضح أكتر، زال عنه بقى الهم. هو ده ملك؟ هو ده ملك ولا حاكم؟ ده نبي، فهم؟ فزال عنه بقى ايه؟ الكلام ده لو كان مالك رئيس بتاع انسان عادي، روح قول له اي عذر كده واضحك عليه ومع السلامه، لكن ده وراه الوحي رب العالمين هيدل، فهمت ازاي؟ ادي معنى زال عني الباطل.
زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. النبي كان يحب يدخل المدينة صباحا، ما كانش يحب يهجم على البيوت كده ليلا، فاهم؟ يقول حتى تستحد ايه المغيبة وتنتشط الشعثة، عشان كمان الزوجات تستعد للقاء الزوج، تطبخ له طبخة حلوة، تجهز نفسها للقائه في صورة حلوة، واخد بالك؟ تنظف البيت، تغسل هدوم العيال، تعمل يعني تعمل حاجة، انه يهجم على البيت كده، وكان النبي ما يحبش كده. فكان حتى إذا وصل المساء يقعد على مشارف المدينة ويبات، وبعدين لما يطلع النهار يدخل على المدينة، عشان يكون وصل الخبر أن النبي اقترب. يوم كل إنسانة في بيتها تستعد للقاء زوجها، كويس؟ حتى أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. يبقى السنة، لأن كان بيوتهم مش واسعة، فكان النبي يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين سنة رجوع من السفر، ويجلس في المسجد عشان يقابل الوفود اللي جاية إيه تسلم عليه بقى، لانه جاي من سفر، لان البيوت كانت لا تسع لقاء الوفود، فاهم؟ فكان النبي يبدا من المسجد حتى تاتي الوفود تصافحه وتسلم عليه في المكان المتسع. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون اللي هم بقى ايه الجماعه المنافقين بقى، فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا اللي هم اللي تخلفوا عن رسول الله. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم. عفى الله عنك لما ايه غفرت له، يعني اخفى ايه اخفى عنه حكمة تخلفهم. ولذا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكانت الحكمة أنهم يتخلفوا، واخد بالك إزاي؟ ووكل سرائرهم إلى الله. يبقى أنت عليك أن تحكم على الناس بالظواهر ولا تنقب عن السرائر. نتعلم كده، نتعلم أننا نحكم على الظواهر ونقبل عذر المعتذر، وإذا كان كذاب ربنا هيكفي كام وخلاص، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن لا تتخابس ولا تتلائم ولا تدعي أنك اطلعت على بطن أحد، واضح؟ تأخذ بإيه؟ بالظواهر. ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت جدر من على كعب بن مالك صاحب القصة، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، يعني كأن إيه ابتسامة فيها نوع لوم، يعني ما كانش العشم يا كعب انك انت تعمل في نفسك كده. هو فهم من ابتسامه النبي المعنى ان هو بيلومه، ابتسامه لوم. ثم قال تعالى، هو بقى مستحي، فالنبي بيشجعه تعالى. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا، يعني عند ملك من ملوك الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا وعندي كمان جدل وحكمة، وأعرف أن أنا ألف واختلف كلام كتير، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا تجر، يعني تغضب علي فيه، تجر علي فيه يعني تغضب علي، إني لا أرجو فيه عقب الله. عقب الله مع الصادقين إيه؟ ليجزى الصادقين بصدقهم، فالصادق ربنا إيه؟ يجزيه على صدقه. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني ما قالش انا ما عنديش عذر، انا غلطان،
كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. طالما أنت وكلت الأمر بقى لله، طب أنت اقعد بقى استنى لما نشوف. عارف هو لو ما كانش وكل الأمر لله وكل الرسول لله مع صدقه كان النبي عفى عنه. خد بالك ما تختارش لنفسك. يعني هو لو قال للنبي: أنا كلي أعذار وأنا غلطان وأنا طمعان في عفوك يا رسول الله وما عنديش أعذار، كان النبي قال له عفوت عنك. لكن هو قال إيه؟ قال: أنا عارف إن لو كنت رضيتك أرضيتك بكذب ربنا هيفضحني، فوكل الأمر لله. فشوف الأدب مع النبي بقى. فلما وكل الأمر لله لم يأخذ الأمر من الله النبي، فترك الله الذي يجيب. فشفت المسألة؟ فدي نقطة مهمة تاخد بالك من اللفتة دي. يعني لو قال للنبي تصرف فيا انت يا رسول الله كان النبي شفع فيه وقال له خلاص قوم يلا. ما كانش الحديث يبقى طويل كده ونقعد اربع صفح نقعد نتكلم فيه. فهمت ازاي؟ لان النبي اصلا شفيع للأمة. كان هيقول له ما تعملش كده تاني يا كعب، خلاص ربنا يغفر لك، يلا اوعى تعمل كده تاني، حاضر مع السلامة، وانت حلت المشكلة ومع السلامة. لأن النبي كانت طبيعته كده يغفر للناس ويقبل عذر المعتذر. لكن هنا لما وكل الأمر إن ربنا هو اللي يحكم فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: طب روح بقى لما نشوف ربنا هيقول فيك إيه. فهمت إزاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. قرايبه بقى مشي وراء، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون. مش كنت تعتذر له يا أخي زي الناس التانيين؟ فهمت ازاي؟ بيلوموه يعني. فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من احد؟ يعني في حد تاني عمل زي اللي انا عملته؟ يعني ما تخلف ولم يكن له عذر ولم يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الصراحه. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. فلما لقى ان معاه اثنين صالحين هم برضو وكل امرهم لله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: طب اذهبوا لما ربنا يقضي فيكم. لان اللي فتح الاختيار ده مين؟ كعب. فلما جم صدقوا مع النبي بعد كعب، فالنبي قال لهم: طب اقعدوا بقى مع كعب كده لما نشوف ربنا هيقضي فيكم ايه. فلما لقى اللي معاه ناس من اهل بدر الصالحين دول اللي ايه اللي النبي اجلهم صلى الله عليه وسلم، فهدأت نفسه شويه، قال: الحمد لله في اسوه حسنه وفي ناس طيبين. قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يبقى ده كان تأديب نبوي وليس ايه؟ وليس امر بهجران اهل المعاصي، لان هم ما عصوش، ده هم اعترفوا، والاعتراف اكبر بدايه للتوبه. لكن للاسف ان كثير من العلماء استدلوا من هذا الامر على جواز هجران اهل المعاصي، في حين ان دول ما كانوش اهل معصيه، هم عصوا ان هم ما خرجوش مع النبي، لكن اعترفوا بذنبهم، والاعتراف بداية ايه؟ الندم، والندم توبة. فهم؟
والنبي قال لا يهجر احدكم اخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. يبقى هنا كان ده تاديب نبوي خاص بهؤلاء فقط، ولا يستدل منه حكم عام بهجران اهل المعاصي، لانك لو هجرت اهل المعاصي توقف الشرع الشريف الذي امرك بتوجيه النصح لهم. فهمت بقى ازاي؟ والدعاء لهم. ولكن للاسف العلماء استدلوا منه بما فيهم الامام النووي ومعظم الشراح والفقهاء، قالوا في هذا دليل على هجران اهل المعاصي. خطا شديد. والسيد عبد الله الصديق الغميري له كتاب اسمه ايه؟ النفحة الذكية في أن الهجر بدعة شركية، تناول هذا الموضوع تناول كبير، وقال أن الهجران هذه بدعة شركية، وأن الذين كانوا يهجرون أهل الحق هم المشركين يهجرون الأنبياء ويبتعدون عنه ويبتعدون عن الصالحين. أما النبي فنهى عن هجران المسلم أخاه فوق ثلاث، والمسلم حتى ولو كان عاصيا لا تهجره فوق ثلاث. فهمت بقى؟ واما الحديث دي فقال هذه حديث خاصه، حادثه حال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدبهم بطريقه معينه خاصه بهؤلاء الثلاثه حتى نزل فيهم الوحي. واضح؟ فدي نقطه مهمه. فننصحكم انكم تقراوا كتاب النفحه الذكيه في ان الهجر بدعه شركيه للسيد عبد الله الصديق الغماري، تناول هذا الموضوع بالتفصيل، وهو كتاب مطبوع ويباع في الازهر في مكتبه القاهره في الصناديق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. يبقى فوق ثلاثة اهو. فهمت ازاي؟ يبقى ايه دل على ان الامر ده خاص بهؤلاء، خاص بهؤلاء، يسموها حادثة حال الفقهاء، فلا يستدل بها على حكم عام. واضح؟ فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. صاحبا قعد في بيتهم لأنهم ما كانوش شباب، كانوا شيوخ كبار، فما بقوش يخرجوا، فما حسوش بأن الناس هجراهم. لكن هو بقى شاب كل يوم يخرج يمشي يسلم على الناس السلام عليكم، ما يردوش عليه، يجي يبص كده لاي حد يطلب من اي حد حاجه ولا كانه بيكلمه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دي حاجه حكم خاص بيهم، لان انت حتى في امور الدنيا لو واحد سلم عليك اذا حيتهم بتحيه فحيوا احسن منها وردوها، فازاي ما سلمش عليه؟ فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي كل دي دليل على انها حادثه حال خاصه بهؤلاء. وأما أنا فكنت أشب القوم، يعني وأجلدهم، يعني أصغرهم سنا يعني، وأجلدهم يعني أقواهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الظهر، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأصارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. تصورت جدار حائط، حائط يعني بستان، وتصور الجدار يعني إيه؟ يعني فوق السور يعني. وهو ابن عمي، وأبو قتادة ده ابن عمه، وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. كل ده يدل على انها حادثه حال اهو، دي خاصه بيهم. فهمت ازاي؟ فقلت له يا ابا قتاده انشدك بالله، هل تعلمن اني احب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته، فسكت. فعدت فناشدته، فقال الله ورسوله اعلم، وساب ومشي كأنه ما وجهلوش حتى الكلام. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. نبطي يعني إيه؟ فلاح غريب يعني،
من فلاحين الشام اللي بيجيبوا ايه التجاره بتاعتهم يبيعوها في المدينه. فاذا نبطي من نبط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينه يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له الي حتى جاءني، فدفع الي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، يعني بيعرف يقرا يعني، فقراته فاذا فيه: اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه، فالحق بنا نواسك. ملك غسان بيقول له ايه؟ ان الظاهر صاحبك ده جفاك وهيعاملك معامله سيئه، تعالى لنا بقى انا وهنعاملك معامله كبار الزوار، ما يهمكش. فهمت؟ قال: فقلت حين قراتها: وهذه ايضا من البلاء، فتياممت بها التنوره فسجرتها. يعني توجهت بهذا الخطاب الى التنور، التنور اللي هو الفرن، فسجرتها يعني احرقته، احرق ايه الخطاب. فسجرتها بها حتى اذا مضت 40 من الخمسين، مضى 40 يوما من الخمسين، واستلبث الوحي، يعني استبطأ الوحي، استلبث الوحي يعني استبطأ الوحي، اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك. برضه ده يدل على ان ما زال ده حكم خاص بيهم. فهمت ازاي؟ يعني يعتزل امراته دون ان يطلقها. فهمت؟ ده بعد 40 يوم بيشدد العقوبه. يبقى 40 يوم ما حدش يكلمه، وبعد 40 يوم تشديد العقوبه، وزوجتك كمان ما تقعدش معاك في البيت. فهم؟ تقعد لوحدك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلي إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. يبقى هذا لما يقول لها: الحقي بأهلك ولا يقصد طلاقا، ليس من ألفاظ الطلاق. فهمت؟ قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، ده ليس له خادم، ده أنا لو سبته يضيع، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، يعني لا يعاملك معاملة الأزواج، لكن اخدميه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هلال بن اميه لانه ضعيف جدا وشيخ كبير، فقال لمراته: خليكي معاه اخدميه، لكن لا يقربنك، لان لا يشارك معاشره الزوجات. فقالت: انه والله ما به حركه الى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من امره، ما كان الى يومي هذا. قال: فقال لي بعض اهلي: لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. بعد أهل كعب قالوا له كده. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، يعني ليس لي حجة يعني. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل، وصارخ يعني بإيه؟ يرفع صوته بينادي، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا، عرف ان ايه جاء الفرج، فخررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، نزلت عليه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى تاب عليهم اهو، يبقى خلاص جت التوبة.
فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا، ركض فرسا يعني أسرع على فرس، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. قاعدين بقى يقولوا هم ماشيين من بعيد أبشر كعب أبشر كعب، فسمع الصوت قبل ما يشوفهم جم، فاهم؟ الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. يبقى من يأتيك ببشارة تدي له هدية، السنة كده، واحد يجيب لك بشارة تدي له هدية. هو ما كانش عنده أي حاجة غير اللي لابسه، راح قلع له هدومه وادهم كويس. فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ. يعني مش بيقول لك إن غني، آه غني بس ما عندوش سيولة، يعني عنده أرض وعنده جمل. طب الجمل هيلبسه؟ فهمت إزاي؟ يعني ما عندوش ثوب، مش معناه إنه فقير، لأن هما ما كانت طبيعتهم كده. أما يبقى عنده ثوب ما يشتريش ثوب تاني إلا لما ثوبه لا يدوب، لكن هو عنده حاجات تانية، عنده أملاك. فهمت بقى ازاي؟ مش معناه ان هو فقير، ما بيقول لك كان غني وعنده ارض وعنده غيره، بقى عنده راحلتين وكده. والله ما املك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه ويقولون لتهنئك توبه الله عليك. طول ما هو ماشي بقى الناس بايه؟ مبروك مبروك، وقاعدين يصفحوه ايه كانه بقى ايه زائر للمدينه، ايه يشرفها يعني عشان يعوضوا اللي جراله في الخمسين يوم اللي فاتوا. حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحه. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله وحيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. ينخلع يعني يتصدق بكل مال، اللي هو منعه من الغزو، منعه من الخروج مع النبي، كأن كل ما يمنعك من الطاعة عليك أن تنخلع منه. فهمت إزاي؟ دي أول حاجة نفهمها من الحكاية دي، تخلع كل العلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه، قال له لا تصدق بجزء وأبقي جزء، يبقى النصيحة واجبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله يعني اختبره في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه
هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم من نفسي في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا، يعني على الذين خلفوا لا من الغزو، يعني خلفوا بأمر النبي حتى يحكم الله فيه. يبقى على الذين خلفوا يعني إيه؟ يعني وإن ليس مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، ليس الذي ذكر وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب بإسناد يونس عن الزهري سواء. وعن أبي قال: وحدثني عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن عمي محمد بن مسلم الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وزاد فيه على يونس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. ولم يذكر في حديث ابن أخي الزهري أبا خيثمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن عمه عبيد الله ابن كعب وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت أبي كعب ابن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، وساق الحديث اللي هي بدر وتبوك، وقال فيه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. ونقف على باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.